في حلقة اليوم سنتحدث عن المجمع في أورشليم. أعزائي من جبل الزيتون، نواصل دراستنا في سفر أعمال الرسل. في هذه الحلقة رح أتكلم عن المجمع اللي حدث هون في مدينة أورشليم. أنا موجودة على جبل الزيتون، جبل شهير جدا في هذه المنطقة. من هذا المكان صعد المسيح إلى السماء، ومن هنا أعطى المأمورية العظمى أن يكونوا شهود له من أورشليم إلى كل أنحاء الأرض. هذا الوادي العظيم هو وادي قدرون الذي يفصل البلدة القديمة أورشليم عن جبل الزيتون، وتستطيع أن ترى أسوار أورشليم، منطقة الهيكل، كنيسة القيامة، وطبعا في أسفل الجبل تستطيع أن ترى كنيسة الجسمانية. هذه الحلقة مهمة جدا، أنا أدعوك لكي تشاهد هذه الحلقة، وأشجعك أيضا أن تقرأ من كلمة الله. سأعود بعد قليل. تابعونا على هذه القناة لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس، ونكتشف أيضاً أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة من حلقات الكنيسة الأولى، رحلة في سفر أعمال الرسل. أعزائي، لسنين عديدة معظم المسيحيين في أحد الشعنين أو أحد السعف بيحتفلوا سيراً على الأقدام من بيت فاجي من جبل الزيتون نزولاً في هذا الطريق، طريق الكنائس، من الجهة الأخرى كنيسة يسوع الباكي عندما بكى ورث أورشليم. طبعاً هذه الكنيسة كنيسة النزاع أو كنيسة الأمم في كنيسة بستان جتسماني، وطبعاً من الجهة الأخرى الكنيسة الروسية كنيسة مريم المجدلية القبب المذهبة. نزولاً من هذا الطريق دخولاً إلى بلدة القدس القديمة حتى يحتفلوا في أحد الشعنين. أعزائي، نواصل حديثنا في هذه الحلقة من سفر أعمال الرسل الإصحاح 15 عن موضوع في غاية الأهمية، مجمع الكنيسة الأول، لكي تتناقش وتتناول مواضيع من أهم المواضيع اللي جعلت كل الكنيسة تلتقي حتى تتكلم عن هذا الموضوع. القضية بكل بساطة، جاء قوم من اليهودية إلى أنطاكيا من مذهب الفريسيين. حدثت مناقشة ومباحثة حادة بين بولس وبرنابا معهم، وصلوا إلى طريق مسدود ورفعوا القضية إلى أعلى مجلس. طبعا كان المجلس هنا في أورشليم لأنه كان المركز التبشيري منطقة أورشليم. وطبعا في كل بداية أي عمل في أي كنيسة دائما منشوف أنه الشيطان بحاول يتدخل أحيانا من داخل الكنيسة. الكنيسة امتلأت من الروح القدس وابتدأت تبشر في كل مكان، حتى الله استخدم الاضطهاد أن يذهبوا إلى السامرة وإلى أنطاكيا، المكان اللي تحول المركز التبشيري لرحلات بولس التبشيرية، ورجعوا كثير من الأمم إلى معرفة الله، لكن تدخل الشيطان حتى يدخل الكنيسة في دوامة. إيه الموضوع؟ الموضوع بكل بساطة، جاءوا الفرسيين متعصبين ومتزمتين، قالوا حتى تكون مسيحي حقيقي لازم تتهود أولا، يعني إذا بدك تكون مسيحي لازم تختتن أولا، ولازم تمارس وتحافظ على ناموس موسى. فطبعا برنابا وبولس ناقشوا، لا، الحرية المسيحية وعطية الله هي لكل إنسان، الخلاص بالنعمة، وإنه مش ممكن أي إنسان بجهده الخاص أو بأعماله
يخلص. فعقد أول مجمع للكنيسة، فجاءوا إلى أورشليم. في أورشليم كان أعمدة الكنيسة مثل يعقوب أخو الرب، بطرس الرسول، ويوحنا، وشيوخ آخرين من القيادات المسيحية جاءوا إلى أورشليم وحتى يتباحثوا. الفريسيين طبعا كانوا على استعداد قبول الأمم، لكن عليهم أن يتهودوا. فطبعا خلينا نتذكر أن هاي المرحلة مرحلة انتقالية حاسمة جدا في تاريخ الكنيسة، تحتاج إلى وقت. لكن المشكلة كانت تكمن أنه الفريسيين كانوا يجهلون العلاقة بين الناموس والنعمة. في إنجيل يوحنا مكتوب: أما الناموس فبموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. فكان يجهل هذه العلاقة. شيء ثاني، كانوا يصدون أو يغلقون الباب الجديد والحي أمام الراجعين إلى الله من الأمم. شيء ثالث، كانوا يبنون جدار بين اليهود والأمم، يعني كان يعملوا فاصل، مع أنه في رسالة أفسس قال الرسول بولس أنه المسيح نقض حائط السياج، فبنوا جدار. ثم شيء رابع، أرادوا وضع نير، أعباء أحمال على أكتاف الأمم اللي ما كانوش متعودين عليها. أرادوا أن الكنيسة أن تتحرك من الحقيقة أو من الواقع إلى الظلال. إخوتي وأخواتي، ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار عدة أمور وعدة احتمالات في هذا الموضوع. بالنسبة للفريسيين لم ينجحوا لأنه أرادوا أنه يخلوا المسيحية كأنه مذهب يهودي أصبح متنصر أو أصبح مسيحي. فلو نجحوا كانت مشكلة كبيرة في تاريخ الكنيسة. ليه؟ لأنه عمل المسيح على الصليب يعتبر باطل، ويصرح رسول بولس أن هذا هو الإنجيل، أن المسيح مات من أجل خطايانا، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. هذه هي الأخبار السارة. ما عادش أن الإنسان يجاهد من أجل خلاصه، لأن المسيح مات على الصليب، أكمل الفداء، حمل خطايانا في جسده، أخذ عقابنا وأخذ قصاصنا على الصليب. فلو نجحوا معناته كان عمل المسيح باطل، وكان يعتبر إنجيل آخر كما يقول الرسول بولس. فيسمى إن إذا شخص بيتبع هذا الإنجيل الآخر يسمى أناثيمة، أي مقطوع، محروم، أو تعتبر ملعون. لكن في شيء تاني لازم نأخذه بعين الاعتبار، طبيعة برنامج إرسالية الكنيسة. لو هؤلاء المتزمتين على صواب لكان ما فعل بولس وبرنابا كل اللي تبنى في كنائس الأمم لتهدم من أساسه. فالنتيجة أعزائي، جاءوا إلى أورشليم واجتمعوا مع المجلس وابتدأوا يتباحثون ويتناقشون في هذا الموضوع حتى يأخذوا هذا القرار الحاسم. سأعود بعد قليل. شوف اللي بيميز أي علاقة هي علاقة المحبة. المحبة هي أساس الوحدة، والمحبة هي تكميل الناموس. تحتل أسوار المدينة القديمة أورشليم مساحة لا تعدو كيلومتراً مربعاً واحداً. بنيت هذه الأسوار في منتصف القرن السادس عشر على يد السلطان سليمان العظيم من العثمانيين الأتراك. يصل سمك هذه الأسوار حوالي 3 أمتار، بينما يتراوح ارتفاعها ما بين 5 و15 متر، وهي تعد من أفضل الأسوار في العالم التي يعود تاريخها لهذه الفترة، وما زالت محتفظة بحالة جيدة، وهي تمتد لمسافة حوالي 4.5 كيلومتر. قبل أن يغزو الملك داود أورشليم في القرن العاشر قبل الميلاد، كانت المدينة تعرف باسم العبرانية، وكانت موطناً للعبرانيين. ويصف الإنجيل المدينة بأنها كانت محصنة جيداً بأسوار قوية، لكن لم يكن معروفاً عنها الكثير. وسعت أسوار المدينة على يد الملك سليمان،
ثم في حوالي عام 440 قبل الميلاد، أي تحت الحكم الفارسي، وصل نحاميا من بابل إلى المدينة وأعاد بناء هذه الأسوار. أما الأسوار الموجودة حاليا فهي لا تضم المنطقة الأصلية التي غزاها الملك داود، فهذه المنطقة التي تعرف حاليا باسم مدينة داود تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة القديمة الواقعة خارج بوابة الروة. أعزائي، واصل حديثي عن مجمع أورشليم من سفر أعمال الرسل الإصحاح 15. اجتمع كل الرسل ليتباحثوا ويتناولوا هذه القضية المهمة، وهذا مثل ما ذكرت كان اجتماع استراتيجي في غاية الأهمية، وابتدأ الدفاع أو عملية الدفاع أو نسمي محامي الدفاع. أولا ابتدأت بطرس يعتبر واحد من أهم التلاميذ، واحد من أعمدة الكنيسة، له وزن خاص في كلامه. بطرس الرسول نفسه كان متعصب قبلا، لكن بإعلان برؤية وهو بيافة أعلن له الرب أن يذهب إلى الأمم. فأولا وعظ للأمم. بطرس يتحدث عن اختبار الماضي، بولس وبرنابا يتحدث عن اختبار الحاضر، يعقوب يتحدث عن اختبار المستقبل، بطرس يتحدث عن الماضي وما حدث معه، كيف استخدمه الله. أولا الله أعطاه مفتاح الملكوت. أتذكرون عندما كان في قيصرية فيلبس قال بطرس للمسيح: أنت المسيح ابن الله الحي. فكان مهم جدا بالنسبة لبطرس الرسول الله يستخدمه بفتح الأبواب. فتح الباب الأول لليهود بعد يوم 50 عندما وعظ 3000 يهود آمن. فتح الباب للسامريين في الإصحاح 8 عندما كان فيلبس يخدم هناك، جاء بطرس ويوحنا وأعطوا بل منحوا موهبة الروح القدس. لكن بإعلان إلهي ذهب طلب من الرب أنه يذهب إلى كرنيليوس في أعمال إصحاح 10. كرنيليوس كان قائد 100، أي كان أممي، فأعطى مفتاح للملكوت ودافع عن هذا الموضوع بشدة إذ رأى تغيير كرنيليوس وكل عائلته، أن الله فتح الباب للأمم أيضا. ثم أيضا كان جداله أن الله أعطاهم عطية وموهبة الروح القدس، وهذا تأكيد للخلاص أنهم قد خلصوا بنعمة المسيح. لم يحصلوا على الروح لأنهم حفظوا الناموس، لكن الكتاب يقول كل من يؤمن به. ثم أحبائي، كان جدال بطرس أن الله نفسه هو اللي محى هذا الاختلاف، بدليل أن الله اللي طلب من بطرس أن يروح لكرنيليوس في منطقة قيصرية. ثم لا ننسى أن المسيح نفسه علم عن هذا الموضوع في الأناجيل، علم عن ناموس شريعة الأكل ليس لها علاقة للطهارة الداخلية. ليس كل ما يدخل الفم ينجس الإنسان، لكن كل ما يخرج من القلب تخرج أفكار شريرة. هذا هو التعليم الصحيح. علم عن الشريعة الحقيقية، عن الناموس الحقيقي. ثم أحبائي، بعد عمل المسيح لا فرق بين يهودي وأممي كما قال الرسول بولس: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني. ثم أحبائي، ليس الخلاص بحفظ الناموس. الناموس هو يعتبر مثل مرآة ترى حقيقة نفسك كما أنت، لكن تحتاج إلى يد إلهية، تحتاج إلى خلاص إلهي. الناموس كان حاميا لليهود من شرور الأمم. الناموس كان موجود ليهيئ الطريق إلى المسيح، لكن الإبن هو الذي قادر أن يخلص. الناموس لا يطهر قلب الخاطئ، لكن نعمة المسيح هي التي تخلص. الناموس لا يعطي حياة أبدية. الناموس عاجز بكل بساطة. الناموس يقول لك أنك أنت إنسان خاطئ، والناموس أيضا يقودك إلى المسيح، يقول أنت خاطئ لكن تحتاج للمسيح، بتحتاج إلى خلاص. الإبن هو القادر على كل شيء.
ثم المحبة هي تكميل الناموس. فبطرس اتحدث عن اختباره في الماضي ايش صار معاه، وانه بالفعل الرب لمس وخلص. ثم برنابا وبولس ابتدأوا يتحدثوا عن اختباراتهم بالحاضر. وكم من اختبارات مجيدة عندما ذهبوا إلى أنطاكيا، وعندما أرسلهم الروح القدس والكنيسة في أنطاكيا وابتدأوا بالرحلة التبشيرية الأولى في منطقة آسيا الصغرى. وكم من النفوس التي رجعت إلى الرب، وكم من البراهين المؤيدة بالآيات والمعجزات أن الله قبل الأمم أيضا إلى هذا الخلاص العظيم. تحدثوا عن اختبارات الحاضر المجيدة، وهذه الاختبارات لها وزن عظيم، لأن برنابا وبولس كانوا محبوبين ومكرمين من كل الشعب. وقالوا أيضا أن المعجزات اللي حصلت بين الأمم وموهبة الروح القدس اللي أخذوها هي دليل كافي أن الله اتعامل معهن حتى يكونوا مساوين أيضا في الخلاص. وعظوا عن النعمة وليس الناموس. ثم واحد من أعمدة الكنيسة الهامة في أورشليم، يعقوب أخو الرب، هو اللي وضع التوازن والتوافق والانسجام في كل هذا الموضوع. يعقوب تحدث عن المستقبل الخدمي وأعطى القرار، سأتحدث عن هذا القرار بعد قليل، لكن حتى يتحدث عن هذا القرار مقتبسا من آيات الأنبياء قديما، إن النبوة تقول أن الأمم سيأتون إلى معرفة الخلاص، وهذا الخلاص تم بواسطة المسيح يسوع. فلما وصلوا إلى أورشليم رحبت بهم الكنيسة والرسل والشيوخ، فأخبروهم بكل ما أجرى الله على أيديهم. فقام بعض المؤمنين الذين كانوا من قبل على مذهب الفريسيين وقالوا: يجب أن يختتن غير اليهود ويعملوا بشريعة موسى. فاجتمع الرسل والشيوخ للنظر في هذه المسألة، وبعد جدال طويل قام بطرس وقال لهم: أيها الإخوة، تعرفون أن الله اختارني من بينكم من زمن بعيد ليسمع غير اليهود من فمي كلام البشارة ويؤمنوا. والله الذي يعرف ما في القلوب شهد على رضاه عنهم، فوهب لهم الروح القدس كما وهبه لنا، فما فرق بيننا وبينهم في شيء، فهو طهر قلوبهم بالإيمان. فلماذا تجربون الله الآن بأن تضعوا على رقاب التلاميذ نيراً عجز آباؤنا وعجزنا نحن عن حمله، خصوصاً ونحن نؤمن أننا نخلص بنعمة الرب يسوع كما هم يخلصون؟ أعزائي، بعد هذا الاجتماع الاستراتيجي طلعوا في قرار، وهذا القرار كان حاسم ومهم جدا في حياة أو في تاريخ حياة الكنيسة الأولى. القرار أولا كان يتعلق بالعقيدة عن الخلاص. الخلاص هو بالنعمة، الخلاص بالإيمان وليس بأعمال ناموس موسى وليس بالاختتان. فمش ضروري أن الأمم يختتنوا أو يمارسوا ناموس موسى حتى يكونوا مخلصين وإلهن حياة أبدية. القرار الثاني هو قرار عملي يتعلق بكيف تحيا الحياة المسيحية. فيعقوب الرسول بحكمة تكلم عن بعض الواجبات وطلب أن يرسل كتاب حتى يتكلم بكل كنائس أنطاكيا وآسيا حتى يكلموا الأمم عن هذا القرار. وبعض الواجبات هي بكل بساطة: أولا أن يمتنع عن أكل ما ذبح للأوثان. هذه طبعا كانت مشكلة هامة وصعبة جدا في الكنيسة الأولى. أكل اللحم الذي يقدم إلى الأوثان، كانت هذه الذبائح تقدم للأوثان،
فيأتي الشخص المقدم يعطيها للكاهن فيقدم جزء من الذبيحة، والبقية من هذه الذبيحة يأكلها أو يذهب إلى الملحمة ويبيع هذه الذبيحة. فهذه الذبائح التي تقدم للأوثان وكأنها تقدم للشياطين، فقال أن يمتنع عن أكل ما ذبح للأوثان. وعلى فكرة الرسول بولس عالج هذه القضية في رسالته إلى كورنثوس الإصحاح 8 و9 بالتفصيل. الشيء الثاني، يمتنع عن الزنا. ولاحظ أن كل هذه المشاكل كانت حتى قبل وضع الناموس، الله تحدث عنها فأنه تستمر وتصير، لأن الزنا هو أيضا عبادة الأوثان، وهو الطمع، أنك تطمع في شخص مش لإلك. وطبعا هذه الخطية خطية شنيعة وفظيعة ضد نظر الله. فالزنا كان يمارسوه أحيانا في كورنثوس أو مناطق أخرى كنوع أو جزء من العبادة في عباداتهن الوثنية. شيء ثالث، كان لازم يمتنعوا عن المخنوق، ويمتنعوا أيضا عن الدم. الدم طبعا هو الحياة، والحياة هي ملك لله. حسب الشريعة اليهودية الذبيحة كان لازم تذبح، مش تخنق أو تضرب، لكن يأتوا بالذبيحة ويضع اليد على الرأس من وراء حتى تخرج الحنجرة، ويأتي بسكين حاد ويذبح الحيوان ويصف الدم على صخرة أو حجر. فينبغي أن يصف الدم بالكامل، فينبغي أن يأكله، كان لازم يأكلوا اللحم على الطريقة أو على الشريعة اليهودية، أي ذبح حلال حسب الشريعة اليهودية. ما كان يأكلوا أي لحم آخر من أي شعوب أخرى أو أمم إلا ما تذبح هذه الذبيحة ويصف الدم. هذا يسمى بالشريعة كوشر أو حلال. ونلاحظ، أريد أن أقول شيئين بالختام، أنه كان تنازل من اليهود عن اختتان الأمم أنه يختتنوا، أيضا كان تنازل من الأمم أن يغيروا عادات أكلهم وطرق عبادتهم. ماذا فعل هذا القرار؟ هذا القرار قوى الوحدة بين اليهود والأمميين. هذا القرار حفظ الكنيسة من الانقسام الكبير في بدايتها. هذا القرار قوى، بل قدم الشهادة بقوة للآخرين. هذا القرار سبب فرح للأمم ولا سيما المؤمنين في أنطاكيا. وأقول إنه هذا القرار سبب إلى بركة وإلى مجد الله. المشكلة تحولت إلى فرصة للنمو. لو إنه عاشوا هذه المشكلة لانقسمت الكنيسة، لكنها تحولت فرصة للنمو. وهون درس جميل جدا كمسيحيين، لما منمر في مشاكل أو في ظروف معينة، أفضل شيء نجتمع مع بعض، نجلس ونبتدي نتحدث ونتكلم عن هذا الموضوع، نصلي ونجعل الروح القدس هو اللي يعطي القرار في حياتنا. في الختام أحبائي، أساس الوحدة هي المحبة، وفي هذا القرار أقول إنه الشيطان انهزم، حاول أن يضرب الكنيسة من بدايتها. وعلى فكرة استمر الرسول بولس إنه يعالج هذه القضية لسنين عديدة، مشكلة المهودين اللي حاولوا إنه يخلوا الأمم يختتنوا أو يحافظوا على الناموس حتى يكونوا مؤمنين مسيحيين. يقول الكتاب: بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. أعزائي، في الختام لا يسعني إلا أن أتحدث عن يعقوب أخو الرب، المقصود قريب الرب يسوع المسيح. يعقوب كان واحد من أعمدة الكنيسة، قائد كنيسة أورشليم، محبوب ورجل موثوق ومرموق من الشعب. ظهر له الرب يسوع ظهور خاص كما ذكرت، لأنه يعتبر عمود في كنيسة الرب. يلقب يعقوب العادل لكثرة صلاحه، يتميز بسمعة ممتازة أيضا. يعقوب كان أيضا بيتميز أنه رجل صلاة، كان دايما يصلي وهو راكعا كل الوقت على ركبتاه، فلقب بركبتي الجمل، يعني أصبحت ركبه مثل ركب الجمل. معروف عن يعقوب أنه كان محافظا
للناموس، وكان أيضا مدقق جدا بتعاليم الناموس أيضا. لكن يعقوب هو الذي حكم بدخول الأمم دون وضع أي عوائق للأمم، متواضع لم يتعالى على التلاميذ لأنه قريب الرب يسوع. المعروف عن يعقوب أنه اهتم بالفقراء، واضح هذا من خلال رسالته. كتب رسالة يعقوب بتشوف اهتمامه نحو الفقراء ونحو العدالة الاجتماعية أيضا. يعقوب يمثل الانفصال التدريجي بين المجمع اليهودي والكنيسة المسيحية. يعقوب علم عن المسيحية العملية وليس المسيحية النظرية، مش مجرد كلام لكن مبرهنة بأفعال وأعمال أيضا. واحدة من الجمل الشهيرة ليعقوب: أريك بأعمال إيماني، الإيمان العامل بالمحبة كما قال الرسول بولس. وأخيرا أحبائي، لا يسعني أن أقول يعقوب استشهد في سبيل الرب يسوع المسيح. كتب عنه المؤرخ يوسيفوس أنه حكم بتهمة كسر الناموس. أليس عجبا هو المدقق بالناموس يحاكم بتهمة كسر الناموس، وطرحوه من جناح الهيكل العظيم إلى أسفل من بعد ما ضربوه، ومن بعد ما طرحوه رجموه بالحجارة ومات شهيد للرب يسوع المسيح. يعقوب هو اللي حكم بدخول الأمم، وهو اللي حمى الكنيسة الأولى من الانقسام الشديد. بعد ما سمعنا عن مجمع الأول، مجمع الكنيسة، منشوف اللي بيميز أي علاقة هي علاقة المحبة. المحبة هي أساس الوحدة، والمحبة هي تكميل الناموس، والمحبة هي اللي بتعبر عن الجوهر الحقيقي لكل مؤمن في المسيح يسوع. السؤال: هل أنت ممتلئ بالمحبة أم دائما تشير إصبع الاتهام للآخرين؟ وصلي أن الرب يملأ قلبك ويملأه بالمحبة. على فكرة، إذا عندك أي سؤال يمكنك أن تتصل أو تكتب لنا. إلى اللقاء، والرب يباركك. في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى، سوف نتحدث عن رحلتي الرسول بولس الثانية والثالثة. هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534، أو من داخل مصر 012-02-666-07، أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288، أو